مش هادي ما شاء الله جبنا واحد الزواق الاول مره من هذا الخطه زوين اصلا حط شوف ديالك حتى هو غزال نبداو ان شاء الله هو هذا الكميه كما العاده دائما ماشي شي حاجه كثير اللي خدا هو اللي ما خداش فيديو واحد اخر وكثر من شي خويا بشهر راه ديال الفاس ما كتشوف معايا هنا اي السلعه العالمي هادو خويا كما قلت لك زول الفاس خويا بشهر ما كتشوف معايا هنا نصرح لكم هذه الاولى ومن بعد ندوزو للاخرين هذه مصفحات هنا شوف ديالها الصراحه طاب واخا هنا نقول لكم زعما كيفاش دايرته راه كما كنقولوا ما جيب بحال الا الا شفتها الا شديتها بيدك ديال الفصل اللي بغيتي دير غير مثلا تخدم على هذا دائما الفصل الثاني كيجي في القب وكيجي في الكميمات عجبك هذا بغيتي انت يجي ما يجيك لا في القب لا في القم دير اختي كما كنقولوا الفصل اللي بغيتي والثاني راه كيتغلف بنفس القب كيتغلف بنفس الفصل اللي كتخدمي الا بغيتي زعما كما كنقولوا داخل هذا كما بغيتيش تي القب يجيك في ديك الفصل الاخر خذ اختي دير الفصل اللي عجبك والخياط راه كيقول لك القب ديالك عادي بلا هذا هو الفاس صافي غادي نجيك من الفندور فاس واحد استيل ديال ديالها هما هادو حتى الثمن ديالها غيكون مناسب جدا اخويا بصراحه الشوم ديالها غزال هادو واخا المره تجي فيها الخدمه كما بغيتي كيما بغيتي هكا زعما هاد الكراد اللي باين هكا اللون في اللون كما كتشوفوا والخدمه نصحكم بها يعني تقدروا ديروا كما كنقولوا كما العاده فيها راه دقيقه السيفه راه كنت خليت لكم بحال اللي تما على حساب السيفه اللي كتبت لكم باش يعني تعرفوها درت لكم رقم 13 درت لكم جاكار دقيقه راه حطيت لكم بحال الفيديو تما باش تشوفوا باش تعرفوا انا بغيت كما كنقولوا السكرين تخدمي عليها كتجي صافي كتجي زوينه ويجيكم حتى فيها ودائما بالنسبه اللي غتخدموا جلابه لو خايب شي جلابه من الاحسن دار هذا كما كنقولوا نظر ديالي انا دير غير نستق بلا ما نهبطوها سال لتحت كتجيني جلاب في شكل هبطوها سال لتحت كتجيني كنرجع بحال ديال الحضور يعني مابقاش كما كنقولوا الجلابه ديال الا اللي بغيتي ديرها حضور سال هبطي الخدمه ديال حتى لتحت وهذا كما كنقولوا الراي ديالها بالنسبه للخياطه اللي كنت كنخيط والله اعلم كل واحد يبدا هذو اخرى كتختلف يعني بالنسبه ديال نستق بلاصه ديك العماره ما نهبطها سال لتحت نضوبلها ديك الشيء اللي غنهبطو سال لتحت نعاود نضوبلو وبقى لي نستق ويجي الخدمه ديالو كما كنقولوا زوينه نضوبلها نستق ونضوبلها حتى في الكم الا بغيت ما بغيتش نضوب نقدر ندير مثلا غير دوراق ديال السفيفه السفيفه اللي قلت لكم او الطفيره الخيطه ونعاود بلاصه ما نضوب السفيفه نضوب لها بالدولار والدفانه او الكوزه او المخ او التعصاب كيبقى لها الاختيار ديالكم تبارك الله راه فيها الله ما يدير فيها كيبقى غير الوحده شنو كتشاها الثمن ديال اخويا بشي غادي يكون شحال هو 300 درهم توصل المجان فيما كنتي كازا او خارج كازا العبار ديالها داكشي اللي كنتسنى مترون لا ما نخافش على العبار واش كاين كيضرب جديد العالمي يعني كما كنقول حنا درنا هذا مثلا انا هاد اللون هاد لكم هاد اللون هذا وانا ندير العجين مع شي دوبلو نقدر نزيد لكم شي واحد من هنا كما تشوف كيفاش غادي يجي بحال هكا ماشي اللون ديالو 100% ولكن ها هو نقرب لكم غير الفكره وصافي شوفوا حتى هو راه جسم بغيت نديرو قطان انا بالدبلور مبغيتش نديرو دفيس نديرو غير دبلور يجي من الداخل حتى هو اختي راه يجيك زوين يجيك فاتان بالاحزام ماشي كنقصد بالاحزام يعني ما ديرش معاه مجد يعني ما غاديش يجيك ما ديرش ليه مضمه ويجي انت هذا هو مجرجر وراك يعني هذا هو اللي كنقصد انا بالاحزام بغيتي ديرها غير من الدور خفيف هكا يجي زوين بحال هكا كيجي انا درت يعني ها التجربة بغيتي اللون ديالها ندير كيما مع نوبل ندير لك لونو غادي يجي مزيان هنا راه كيجي مخيا بغيتي ديري غير ما ديرش دبلور كامل غادي ديرها في القب في الكم كذلك يعني دير دختي 40 سنتيم ديال القب والكميمات بغيتي دير الكم كله دير 60 يعني راه هو متر بغيتي ديري غير الراس ديال الكم راه خدي غير 50 سنتيم قادك يعني دير 40 سنتيم في القب الكميمات راه كيجي غير ديك 20 سنتيم كتقسم عليهم غير 10 انا 10 كيجي هنا في الراس ديال الكم انا ما غاديش تزيد عليك كما كنقولوا قميص كله وزاد عليك حتى الخياطه ديالي هذا داخله في الاقتصاد ديال الخياطه بغيت غنلفي غير القب ما غنلفيش قميص كامل هنا وزاد حتى الخياطه ديالو القب اختي غنلفي غير القب ديالك 40 سنتيم زائد حد 20 سنتيم ديال البندوس ديال الكم مبارك عليك بالصحه والراحه وان شاء الله ديالي لا بلاتي العيب ما سولتيش هذا كلامك انت ولا انت دابا قلتي دابا 300 درهم 400 درهم ودابا لا هذاك اللي درتي مع جام مزيان كيفاش غنديروا فيه دابا قالت لك اسيدي بغى هذاك الكارناج هذاك عجبها دابا صايب ولا هذاك اش غنديروا وكيفاش الثمن نبيعوا لاخر العالم ولكن هذاك بشحال تا هو هذا
انت خويا مش عندي كما نقولوا دبلور ديرو شوشي انت بالنسبه للقب واش هذا دبلور يحسب ديال 80 درهم متر وكاين ديال 40 درهم واش دير غير قب غاتي كما نقول ما ديرش فلوس دير غير ديال 40 اجيك في القب يعني متر ما كثر ما كاملش كاع متر 40 فهذا بغيتي دير تي صافي شحال يجيك 30 درهم او 50 درهم بالدبلور ديالو ولا باغي تاخذ كوبو كامل هكا كتبطن به ولا ديرو قميص يعني بالنسبه للربع يعني الا جا جونس يعني 100 درهم بغيت 80 الا جا 200 درهم بغيت دير يعني قميص او السلتات ما تقتصد باش تخيط هاك القميص وتزيد فيه العماره وتزيد العماره ديال القطعه او ديال الجلابه وقصاصه شويه يعني دير هذاك النقطه راه الدبلور في القب وفي القميص هو كيبان بحال ما لبس من التحت لما كيجي بين في الكوم وفي القب كيجي بحال لابس قميص من التحت يعني كيجي كما نقولوا ما كاينش فرق تقريبا ما بين ولا بغيت نجي عندكم كيفاش ندير انا نوصل عندكم افغانستان في الحسنين في فرنسا الدار ولا بغيت اللي بلا حتى اللي بلا في العالم كله في المكان وشي واحد يصيفط ليا لوكاليزاسيون ها الارقام تما كتقول لك الرقم ديال سامياك خلي الرقم ديال توفيق ديال صلاح يعني كل مره الدراري اللي كتحط الارقام ديالهم تما يصيفطوا لك حتى اي ولا بغيت ولا بغيت يجيني حتى للدار غادي نصيفطوا لك حتى للدار ولا بغيت جوج كاين شي تصواب جوج اخويا لا بغيت جوج زعما جوج كوبوات كاين لا زعما لا زعما كنت تقدر تصايب مع التصواب زعما كنت تصايب معاه في شويه الا بغيت جوج ولا ثلاثه اي نصايب معاه بغيت جوج يجيوك 600 درهم اخويا بجوج الله يكبر يا سي الله يخافتك هاد العالم المهم تقدر راسك تضرب على راسك انت تضرب على راسي الله يسهل عليك بصحة وراحة سيدي بصحتكم وراحتكم نهاركم مبروك التتشيطة المغربية هي واحدة من أرقى الملابس التقليدية التي تشتهر بها المرأة المغربية. تعود جذورها إلى العصور القديمة، وكانت ترتديها نساء الطبقة الراقية والنبلاء. تعتبر التتشيطة رمزاً للأناقة والرقي، وتمثل جزءاً مهماً من الثقافة المغربية. وهي عبارة عن فستان طويل، يمتد من الرقبة حتى الكاحل، ويكون غالباً مصنوعاً من أقمشة فاخرة مثل الحرير. تزين هذه القطعة عادة بالتطريز والزخارف اليدوية التقليدية. أما الزخارف فهي تتنوع بين الطرز الفاسي، وهو نوع من التطريز اليدوي التقليدي الذي يعود إلى مدينة فاس، ويتم باستخدام خيوط ذهبية وفضية. القطع المعدنية تستخدم كزخارف لتزيين الزي وإضفاء لمسة من الفخامة. المناسبات ترتدي المرأة المغربية التكشيطة في المناسبات الخاصة مثل الأعراس، الاحتفالات الدينية، والمناسبات العائلية الكبرى. وتعتبر العروس المغربية من أبرز من يرتدين التكشيطة في يوم زفافهن، حيث تكون مطرزة بتطريزات فاخرة وألوان زاهية. التصاميم الحديثة بالرغم من أن التكشيطة تعتبر زيا تقليديا، إلا أنها شهدت تطورا كبيرا مع مرور الزمن. دخلت عليها تصاميم عصرية من حيث الألوان والقصات، مما جعلها ملائمة للعصر الحديث، مع الحفاظ على أصالتها. دور التكشيطة في الثقافة المغربية تلعب التكشيطة دوراً مهماً في الثقافة المغربية، حيث تعبر عن الهوية والتراث. كما أنها تمثل رمزاً للوحدة والتميز بين النساء المغربيات. ختاماً التكشيطة ليست مجرد قطعة ملابس، بل هي جزء من التراث الغني للمغرب الذي يعكس الأناقة والتقاليد العريقة.